السلام البنات كي دايرين لاباس عليكم نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله وانتم كتشاهدوا هذه القناه اليوم مع فيديو جديد موضوع مهم بزاف اكيد ان بزاف ديال السيدات كيتسناو يديروا الاختبار ويطلع الاختبار موجب وكنتمنى ان شاء الله كلكم يطلع لكم الاختبار موجب ان شاء الله وتفرحوني وكيف ما كذلك كاين بعض السيدات كيبقاو متشوقين يعرفوا الحمل قبل كاع ما يديروا الاختبار أه كيبقاو على اعصابهم خاصهم ضروري يعرفوا واش حصل الحمل ولا لا قبل ما تاخر عندهم الدوره كيف ما كان بان واخا ان فحص الحمل كيبقى هو الوسيله الفعاله لتاكيد أه الحمل إلا أنه كيمكن ملاحظة ظهور بعض الأعراض والعلامات التي تنبئ بوجود الحمل وكل سيدة بطبيعة الحال كتختلف عن الأخرى من حيث العلامات ديال الحمل الظاهرة ومشي بالضرورة تظهر عليك أعراض مماثلة لجميع النساء وكذلك ممكن يختلف الحمل ديالك على الحمل السابق يعني الحمل الثاني ممكن يجي مختلف من ناحية الأعراض عن الحمل الأول ماذا عن غازات البطن وعلامات الحمل كتظهر أعراض الحمل المبكرة لدى بعض النساء خلال الأسابيع الأولى من الثلث الأول من الحمل فيما قد تتأخر لدى بعضهن ولأن أعراض الحمل المبكرة كتشبه الأعراض اللي كتسبق الدورة الشهرية فممكن هنا يحصل واحد الخلط وما تستطعش السيدة تميز إن كانت راجعة هاد الأعراض لوجود حمل أو أنها اقتراب دورة وهل الغازات من علامة الحمل؟ الجواب في هذا الفيديو إن شاء الله فقبل ما نبدأ هذا الفيديو بطبيعة الحال إلى عجبكم خليوا لي اللايك باش تشجعوني وكذلك شكرا بزاف على التعليق الطيبة اللي كانت توصل بها وشكرا على الدعم ديالكم المتواصل كيف ما كان بأن الانتفاخ اللي كيحصل قبل الدورة الشهرية كي يجي عند معظم السيدات كيترافق معه وجود امساك وكيرجع سبب حصول الغازات للتغيرات الهرمونيه الحاصله بما فيها هرمون البروجستيرون يعني الا كانت السيده حامل قبل الدوره الشهريه باسبوع كيقدر يحصل عندها واحد الانتفاخ واحد الغازات وامساك مع وجود امساك هذا الشيء كيرجع لوجود واحد الهرمون هو بروجستيرون اللي كي يكون مرتفع في الجسم في الثلث الثاني من الدوره الشهريه يعني في النصف الثاني من الدوره الشهريه هنا كيحصل كي واحد يعني واحد الاختلال في الهرمونات وبالتالي كي يحصل هذه الغازات هذه اللي كتجي قبل الدوره وكاع السيدات كتحصل عندهم وهي تقدر ترجع حتى لاقتراب الدوره الشهريه ولكن كيف ما قلنا بان باش نفرقوا بينها وبين اعراض الدوره الشهريه كيجيو كي معها اعراض الحمل اللي غنذكرها حتى هي في هذا الفيديو باش نزيد نوضح اكثر غادي نشرحوا اولا شنو هي غازات المعده كيف ما كنعرفوا بان ممكن نقولوا من خلال غازات المعده ان الامعاء هي المسؤوله عن تكوينها وسببها وكيرجع هذا السبب هذا ديال هاد الغازات اللي كيكونوا كي في المعده الى تناول الماكولات اللي ما كتهضمش بشكل جيد وايضا تناول الماكولات السريعه مما يؤدي الى تخمر الكربوهيدرات واللي كتنتج عنها الغازات واللي كتتواجد ايضا في بعض من الفواكه والخضروات شنو ممكن يكون السبب وراء ارتباط كل من الدوره الشهريه وغازات المعده كيمكن يكون السبب وراء ارتباط كل من الدوره الشهريه وغازات المعده انه كيتضمن عسر الهضم وحركه المعده السريعه خلال الدوره اللي كتجعل الجهاز غير قادر على ان يهضم الاطعمه بشكل جيد وبالتالي كتكون الكثير من الغازات في خلال قبل الدوره وكذلك اثناء الدوره الشهريه كاين عده اطعمه ممكن تزيد من الغازات قبل الدوره الشهريه كتضمن المشروبات الغازيه الفجل القرنبيط البقوليات وكذلك الحليب بكافه مشتقاته والملفوف يعني أه كنبغي نقول لك تجنبي هذه الاطعمه اللي ذكرت دابا أه خلال فتره الدوره الشهريه وقبل أه من الدوره باش هكا تجنبي هذه الغازات اللي كيكون أه الوجود ديالهم غير مستحب كذلك باش تخلصي من الغازات قبل الدوره ضروري من شرب الكثير من السوائل والماء اضافه للمكسرات ضيف المكسرات الى الطعام بشكل قليل حيث ان المكسرات كتساعد على التخفيف من الانتفاخ وخاصه اللي كتحتوي على فيتامين ا و ب يعني حاولي تكثري من السوائل ضيفي المكسرات للطعام وبعدي على الاطعمه اللي كتسبب الانتفاخات والغازات وهكا غتخلصي من هذا المشكل كذلك تناولي الفواكه والخضروات حيت انهم كيتميزوا بالاحتواء على الفيتامينات والسكريات اللي كتعوض الجسم من يعني من الافتقاد ديالها في ديك الفتره فحاولي تعوضي السكريات بالفواكه اللي كتكون عندها سكريات ولكن صحيه وغادي تعوض لك النقص ديال السكريات اللي غتحاولي تحيديها في ديك الفتره ديال الدوره الشهريه فممنوع منعا كليا تناول الحلويات اثناء الدوره الشهريه اتفقنا على هذه المساله عوضيها بالفواكه كذلك تجنبي الدهون حيت ان هذه المواد كتعمل على الانتفاخ الدهون كذلك غير صحيه فحاول تجنبيها في خلال الدوره وقبل الدوره تناول الشوكولاتة الشوكولاتة هي الوحيدة اللي ممكن تناولها بواحد الكمية قليلة قليلة بزاف حيث التناول ديالها بشكل قليل كيمنح الأجسام ديالنا الطاقة اللي كتلزمنا واللي كترفع من المعنويات ديالنا وخصوصا في ذيك الفترة من الشهر كتكون السيدة كتبغي تناول الحلويات فحاولي إلى جاك في بالك تناولي شي حاجة حلوة حاولي تاخدي واحد طريف واحد ال... واحد شويه ديال الشوكولاته وغادي تحاولي تاكليها بشكل قليل جدا ماشي تناولي كميه كبيره من الشوكولاته باش هكا تلبي الحاجيات والرغبه ديال الجسم ديالك من هاد الحلويات هادو كذلك يجب المشي في الصباح وفي هذه الفتره الحرجه تمشي غير في البيت ديالك كافي هذا الامر هذا وغادي يمنحك الطاقه والحيويه وغادي ينشط لك الدوره الدمويه كذلك تناول المشروبات الساخنه حيث انه كيحمي من تشنجات العضلات والمشروبات الساخنه كتعمل على تعويض الجسم من السوائل المفقوده وهذه المشروبات كتمثل في النعناع واليانسون والشاي الاخضر كذلك تناول الاطعمه الغنيه بالاوميغا 3 حيث انها كتساعد هرمونات الجسم على التنظيم لذا يجب ادخالها في كافه الاطعمه اللي كتناوليها وكذلك باش نفرقوا بين هذا الشيء وبين يعني الاعراض ديال الغازات اللي كتجي مع الدوره والغازات اللي كتجي مع الحمل يعني شنو الفرق بيناتهم كنظن لحد الان ما غاديش تفهموا ملي وصلت لهاد المرحله في الفيديو فهنا غادي نزيد نفهمكم اكثر وغنقول لكم بان الغازات كتكون تف في الحمل في بدايه الحمل المبكر وكتجي معها هاد الاعراض اللي غنذكر لك دابا باش هكا تفرقي بينها وبين اقتراب الدوره اولا كتاخر لك الدوره عن الموعد ديالها وكتعتبر هذه العلامه اهم علامه على الحمل وكتكون بشكل واضح ملي كتاخر الدوره ولكن يجب التنبيه على انه في بعض الظروف كالضغط النفسي والتمارين الرياضيه واتباع الحميه واضطرابات الهرمونات كتقد تؤدي الى اضطراب الدوره الشهريه ومتقدش تقدش تجي في الوقت ديالها المغص كذلك مع نزيف دم خفيف بعد مرور عشرة الى 14 يوم من حصول الحمل نتيجه زرع البويضه في بطانه الرحم وكيسبب ذلك حصول نزيف خفيف او تنقيط دموي كيستمر عاده لمده اقل من ثلاثه ايام مع مرافقته للالم احيانا وقد لا يتم ملاحظته الا عند مسح المنطقه وقد توجد احتماليه للخلط بينه وبين نزيف الدوره الشهريه التعب كي تعتبر من علامات الحمل اللي كيمكن تشعر بها الحامل في أي وقت من الحمل إلا أنها كتعتبر من العلامات المبكرة للحمل واللي كتنتج بسبب تأثير هرمون البروجستيرون تغيرات في التديين نتيجة تغيرات الهرمونية أيضا قد تشعر الحامل بوجود تغيرات في التديين بين الأسبوع الرابع والسادس من الحمل مثل الشعور بوجود الم عند لمس الثديين مع انتفاخهما كما وقد يتغير يتغير لون المنطقه المحيطه بالحلمه ليصبح اغمق اللون ويصبح حجم الحلمتين اكبر ومن الجدير بالذكر ان هذه الاعراض كتختفي خلال اسابيع بمجرد تعود الجسم على التغير الحاصل في الهرمونات الغثيان الصباحي ممكن يحصل الغثيان في أي وقت من اليوم وكيبدا هذا العرض بالظهور ما بين الأسبوع الثاني إلى الأسبوع الثالث عشر إلى الرابع عشر وممكن يستمر لدى بعض النساء طوال فترة الحمل وكيترافق الشعور بالغتيان مع الاستفراغ كثرة التبول كيبدا هذا العرض بالظهور بين الأسبوع السادس إلى الثامن بعد الإخصاب تقلبات المزاج كتجعل مستويات الاستروجين والبروجستيرون المرتفعه الحامل يعني كتخلي الحامل كتكون اكثر عاطفيه وكتتفاعل بشكل يفوق المستوى الطبيعي مع الاحداث وكتحس بالاكتئاب وحده الطباع والشعور بالقلق كذلك الحساسيه تجاه الروائح كتصبح حاسه الشم لدى الحامل اكثر قوه خلال الحمل الرغبه الشديده كذلك في الطعام وكيظهر ذلك من خلال تناول نوع معين من الاطعمه الصداع والدوخه اللي كتنتج عن التغيرات الهرمونيه ارتفاع درجه حراره الجسم ممكن تلاحظ الحامل ارتفاع درجه حراره الجسم بمقدار درجه واحده او سهوله ارتفاع درجه الحراره بعد القيام بمجهود معين او في الجو الحار وفي نهاية الفيديو كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا من المعلومات وكنتمنى منكم نشر الفيديو لكي يستفيد الجميع انتظروا مني المزيد